أو تيقنت أنه حرام أو غصب بعينه. والثاني حكم الورع الموضوع على التضييق والتشديد، كما قيل الأمر على المتقي أضيق من عقد التسعين، أضيق من عقد التسعين. طبعا عقد التسعين يعني حركة كان يعملها فعلها العرب للتدليل على يعني الأعداد أو يعني العقود، فيقال عقد التسعين أضيق من عقد العشرة، لعل عقد العشرة كانوا بهذه الصورة يعقدون، يعقدون بالأصابع. عقد التسعين يكون هكذا، يعني هذه الدائرة الصغيرة الضيقة الموجودة في السبابة كما يقال. زين، إذا يعني ثنيت على أصلها أو إلى أصلها عقد التسعين. وعلى المتقي أضيق من عقد التسعين، لماذا؟ لأنه دائما يعني يكترث بمسألة الورع أكثر من غيره، ويضيق على نفسه مما فيه سعة في التضييق. فحكم الورع أن لا يأخذ شيئا من أحد حتى يسأل أو يبحث غاية البحث، كما سأل أبو بكر غلامه عن اللبن الذي شربه فتقيأه، وكما سأل عمر عن اللبن الذي شربه فأخبر أنه من إبل الصدقة أيضا وتقيأه. والورع أيضا من الشرع، وكلاهما في الأصل واحد، لكن الشرع حكمان، حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط. فحكم الجواز يقال له حكم الشرع، وحكم الأفضل الأحوط يقال له حكم الورع، وهما واحد في الأصل، غير أن حكم الورع شديد، فمن سلك طريقه فلا بد له أن يوطن نفسه على احتمال الشدائد، وإلا فلا يتم له ذلك، وليكن عنده أكل ما يتداوله الناس في أيديهم بمنزلة الميتة لا يقدم عليها إلا عند الضرورة، ثم لا يتناول منها حتى في مسألة الدواجن ومسألة اللحوم المستوردة من بلدان غير مسلمة وغير مؤكد زكاتها الشرعية. هذا يستطيع الناس أو المجتمع، يستطيع المجتمع أن يدفع بالتجار، أن يدفعوا بهم إلى البديل الصحيح إذا تورعوا، ما كذاك؟ إذا تورع الناس، التاجر يريد أن يلبي حاجة العميل أو الزبون كما يقال، أو المشتري، لما هو ما يهمه باع هذا أو باع هذا، وإنما همه الربح في كثير من الأحيان، لا يهمه، يهمه الربح. لذلك تجد كثير من المحلات، محلات كبرى كبرى، في أحد يعني هذه المحلات الكبرى التي تسمى سوبر ماركت وهايبر ماركت، كبير ما شاء الله، يعني واسع وفيه خير كثير، ولكن على المدخل مباشرة تباع السجائر، السجائر تحذر منها وزارة الصحة في كل بلاد، حتى في البلاد غير المسلمة، ما صحيح؟ وعلى السجائر تلزم شركات السجائر أن يكتب فيها أنها تسبب أمراض القلب والرئة والسرطانات وانسداد الشرايين وغيرها، فيها كل شيء يوضح، باقي فقط أنهم يكتبوا حرام، لكن ما يكتبوا حرام، قال ليش اترك للناس يعني. فتجد على المدخل مباشرة لابد هذه، تجد الخير والحلال الموجود في الداخل لابد أن يخلط هذا. فسألت يعني أحد الناس في يوم الأيام، وهو رجل يعني مسلم، قلت له لماذا تخلطون هذا بذاك؟ يعني أما في الحلال سعة؟ أما في الحلال بركة؟ تسعة أعشار الرزق في التجارة، أيصيبك الفقر في هذا ويأتيك الغنى من هذا؟ سبحان الله. فقال لي إن شاء الله حتى تمشي الأمور قدام وحتى كذا. سبحان الله، وما أدراك، تأخذ رزق الله بمعصيته، يمكن ما تمشي البر قدام، تمشي على وراء، ألا يراك الله؟ ألا يسمعك الله؟ سبحان الله. فأمر الناس عجيب، والاستهانة بهذه الأمور أعجب. أنت تطعم نفسك، كل مال كل لحم نبت من زحت فالنار أولى به، تطعم أولادك، ألا تريد فيهم البركة؟ ألا تريد فيهم الصلاح؟ وكان أبوهما صالحا، أثر ذلك في الأحفاد. طيب إذا كان أبوهما فاسدا، ألا يمكن أن يؤثر ذلك؟ يمكن أن يؤثر أيضا. هذه قضية ينبغي التوقف عندها. فلو كان المجتمع يدفع بأمثال هؤلاء التجار دفعا، بمعنى يقاطعهم أو يكلمهم، يا جماعة الخير، يا إنسان، يا أخ، يا عزيز، نريد أن نتعامل معك، ونسأل الله أن يبارك لك في تجارتك ورزقك، ولكن زين لا تخلط الحرام بالحلال، وأصدقنا في البضاعة التي تبيعها. أيضا إذا كان يبيع شيئا من اللحوم تحرى، البديل موجود، لكن إذا كان المجتمع يبحث عن الأرخص، وإن كان الأرخص فيه شبهة، فهنا قضية لا شك أن التاجر يجد فيها سعة لتجارته. والله المستعان.